اهلا بكم. الثعابين الناس بتعتقد انه حيوانات خارقه، حيوانات عندها امكانيات غريبه عجيبه ما هي موجوده عند اي حاجه اخرى. بنصدق كل حاجه عنها، اي حاجه بنسمعها بنصدقها. نعتقد انها حيوانات بتفكر، حيوانات بتخطط، حيوانات عندها قدرات للتفكير، قدرات للتنفيذ. أشياء كثير جدا بنسمعها عن الثعابين، وناس كثير بتتساءل هل الأشياء هذه صح ولا مو صح. خلونا نتفق قبل ما نبدأ الموضوع على مبدأ إنه الثعبان مجرد حيوان. الثعبان حيوان زيه زي أي حيوان آخر بيعيش على وجه الأرض، ما في أشياء خارقة عجيبة غريبة، ما عنده القدرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ، ما عنده أي حاجة من هذه. الثعبان مجرد حيوان، وحنتعامل في كل معلومة نسمعها عن الثعابين إنه مجرد حيوان. خلال خبرتي مع الثعابين لقيت إنه الناس بيسألوا أسئلة كثير جدا. الأسئلة هذه أحيانا بتكون مضحكة ومبكية في نفس الوقت. مضحكة لأنه أسئلة ساذجة بسيطة ممكن الواحد بنفسه يجاوب عليها، ومبكية لأنه بتورينا قديش في ناس ما بيحبوا يفكروا، ما بيحبوا يشغلوا مخهم نهائيا. أعطيكم مثال. مرة واحد مثقف سألني سؤال، طبعا أنا قلت مثقف حيسألني سؤال حيفحمني في الموضوع. قال لي لو كنت ماشي في الصحراء ودست على ثعبان هل الثعبان حيعضني؟ ما أعتقد في جواب تاني غير أنه أكيد حيعضك، ما لها جواب تاني. ما حيقول لك يا أستاذ انتبه في ثعبان، أكيد حيعضك لأنه مجرد حيوان زيه زي أي حيوان. ردة فعله حتكون أنه يدافع عن نفسه. واحد تاني بيسألني بيقول لي لو لقينا جحر ثعبان ودخلنا سكننا فيه كيف؟ ما أدري حيسكن فيه، لكن هل الثعبان حيجي ينتقم مننا؟ هل حيجي يخرجنا؟ الثعبان لو كان حيوان مفترس زي الأسود والنمور أكيد حيهاجمنا وحيقتلنا وحيقطعنا، لكن الثعبان ما هو متوحش، لو ما حس بخطورة ما حيسوي ولا حاجة. الثعبان لو قفلنا جحره ايش حيسوي؟ اكيد حيحاول يدخل الجحر باي طريقه، لكن لو ما لقى فايده حيمشي. الناس تعتقد لا، حيوقف وحيدور مين اللي سوى العمله السوداء هذه، وبناء عليها حيتصرف. مو حكايه بس انه بيفكر وبيخطط، لا، حتى بيقولوا انه نظرته منومه. لو عيننا جات في عيون الثعبان بيعمل لنا زي التخدير او التنويم المغناطيسي. بيقولوا إنه الثعبان لو شافنا حياكلنا. أي ثعبان اللي حياكلنا؟ الثعبان العادي ما يأكل إنسان، وحتى الثعابين الضخمة اللي بتعيش في الغابات والحالات اللي تغذى فيها الثعبان على الإنسان قليل جدا جدا. حتى في إمكانيات الثعبان بيقولوا لو قصينا الثعبان بالنص حيموت. سؤال يمكن غريب، لكن خلونا نفكر، لو جبنا أي حيوان تاني وقصيناه بالنص حيعيش؟ الثعبان زيه زي أي حيوان تاني، لو أي جزء من أجزاء الحيوية اللي في الداخل، المعدة، الرئة، القلب، لغيناه أو قصيناه أو قطعناه أكيد حيموت. ناس عندهم اعتقادات إنه الثعبان ما يموت، عشان كده لما يقتلوه بيضربوه بحجر أو بحديدة أو بعصاية، بيقطعوه بعد كده وبيجيبوا بنزين وبيولعوا فيه، ولما يتفحم بيشيلوه بيحطوه في كيس بلاستيك وبيشيلوه بعيد عن البيت عشان لا يجي أحد من قرايبه ينتقم مننا. كلام كثير جدا عن الثعابين، كلام غريب بنسمعه عن الثعابين. حنتكلم في حلقة خاصة عن الخرافات اللي اتقالت عن الموضوع
وحنتكلم في موضوع اسمه الانتقام. الثعبان مجرد حيوان، خلونا نتفق على هذا الأساس ونتعامل مع أي معلومة نسمعها عن الثعبان إنه مجرد حيوان. لو في معلومات بتقول إنه الثعبان سوى وسوى وسوى كده، ممكن إحنا بنخرج عن موضوع إنه حيوان وبندخل في موضوع تاني اللي هو موضوع الجن أو الأساطير والخرافات. لكن الثعبان مجرد حيوان. تحياتي.